والسلام عليكم متابعي الاعزاء ديالي، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كنقول اختي سعديه مرحبا بك في دارنا وشرفتني اخي. مرحبا 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 ونسبتك مريضة راني سمحت لك. ربي يخليك والله خالتي من القلب الكبير والله. الله يكمل عليك بالخير. لاباس الحمد لله ربي يخليك. انت حاملة وطاحلة وحاملة واحد الحاجة عندك يا منى. واش باقي يا منى ولا درتي معاها سعدية أكبر غلط؟ ما سمعتش شكون هي؟ واحد الحاجة والله إلا جاية عرفتي كتقول لي غير هي اللي بغيتها. مرحبا مرحبا معايا قول عليها قول عليها قول الزميطة قالت لك لا ما لقيتش. واش مقات ولا ما بقاش؟ والله يعطيك الجنة ما بيلوش ما خليتهاش حامله وفرحت لك انك بنتي والله العظيم ماشي بنيته ان شاء الله يا ربي تكون شي بنيته تفرح بها. وكما قلت لكم والله الا بقات بلاصتها كبيره في العرس وانا يعني ماشي مشكل يعني باش يكون الظروف الا ما حضرناش لك هنا ان شاء الله نوقفوا عليك حتى بلجيكا ان شاء الله والله العظيم ونحضروا لك في الولاده ديالك في الفرحه ديالك والله يسر لك طريقك والله يا ربي والله سي ابراهيم الله يخليك حتى هو يخليك لهنا مرحبا بكم هذا النهار بارك الله فيك شكرا بزاف يا وزيدي مرحبا بك اختي سجاده هذا شوف حنا المغاربه معروفين بالصواب وكل شيء والله ما درت شي حاجه اكثر لا لا كاينه زميت الموت بعيد والله الا عمرت الزميطه هذه حتى ما قالتها ليش قبل والحمد لله كاع ملي بقات هاد الزميطه هذه والله العظيم هذا هو تاكلي منها وتدقي منها اختي وقبلي علينا لا لا انت مولات الخير والخير زيدوا الطبله عندكم هادي الطويله ديال سعديه اختي مرحبا بها ونهار خليل هذا صراحه الله كنا بغيناها تحضر معنا في العرس ولكن كان ظروف خاصه ليها والحمله ماشي سهله جاتها في صعيبه ولدات عندها مسؤوليات ولدات ماشي سهله طبي معاها توحمي نوضي عاوتاني تشقي على تصدي داك الهضره من الراس صافي والله الا صعيبه ان شاء الله ولا صوتوا عليكم
طرات فيكم هو ماشي زوين شوف حنا دابا فين ما كنتي عنجر غنشطوا الطياره ديك الساعه ياك الطياره من فاتت لكاديه نيشان والله الله الله يفكنا على خير وتنشكر اختي تيتيش واختي فاطمه الزهراء وحفصه والله العظيم الا مساكن دايروا واحد المجهوده كثيره راه عمر ما ننسى لهم خيرهم وحق الله العظيم الصراحه حيت الحكم نتوما تتعرفوا المراه حامله وفرحات الصراحه القلب الكبير انا اللي فرحني اكثر جيت كبروا بيا كبيره والله لي خطيهم الصراحه والله ما بغيت نصور تيقولوا لك والو ربي يخليك اختي انا والله شتي اختي انا المعزه ديالك ربي اللي عالم اقسم بالله واحد المراه والنعمه المراه والله العظيم انتي لبنياتك والله راه تيعيطوا لي البنات يقولوا لي والله الا تتقولي لنا خالتي يمنى وسولوا مسكينه على سعديه واش ناضر لا مسكينه ولا دابا دابا صبغيت جيت والله الا واخا يعني كنعرفوا بزاف ديال الحوايج ولكن الوالده ديالي مسكينه بحال عمي والله العظيم مسكينه الوالده وعمي نفس الكاركتر عندهم واخا ما عشرين ديالهم بنادم كيبقى فيهم داك الانسان اللي دوز معاهم الخير كيبقى فيهم داك الانسان اللي شرك معاهم الطعام والله الا حسين هي كانت من هاد الناس اللي كانوا كيبغيو ماني الدار وكيحماقوا عليهم حتى حنا اللي كنبغيوهم والحمد لله ملي رجعت المياه لمجاريها ورجعنا الحمد لله عادي ما وقع حتى شي حاجه الحمد لله والله ومازال خير القدام هادشي اللي كاين متتبعين الخير باقي القدام ان شاء الله اللي وقع راه غير من الخير تحيدوا حنا تحيدوا شي عواقب وتحيدوا شي حوايج خايبين من قدامنا الحياه زين الحياه لا الحياه ما يمكنش دائما غتكون زوينه الا لقيتوا الحياه ديما زوينه راه غير نفاق وحق الله ديما نقول لك حبيبه لاباس والله الا لقيتوا حيت علاش راه قالتها تحياتي لتابع عمرات قالتها بسوسيه قالت لي وكدت نكون حب ما عرفتش واش تفهموها ولا ما تفهموهاش ما نعرف حيت علاش ضروري يكون نقاش ضروري بين خوتك بين صحابك بين العائله ديالك راه المسار تيتغيروا في الفرش والله والصراحه الحمد لله انا راه ما وقع حتى حاجه بيني وبينهم غير كان سوء التفاهم داك الشيء صافي خايبه اللي خايبه هو الانسان اللي بقاي بقاي بيع الاسرار الحمد لله السعديه ما هضرات فينا ما هضرنا فيها الحمد لله هذا سواحد الفطره كنا مقلقين بعضياتنا شي هضر داز عادي داكشي تصالحنا الحمد لله ما عندكم بلاش تلوموها والله ما ادتنا حتى شي حاجه انا اللي بغا يلوم ما كاينش اللي حيت علاش اللي تيحكم في الكواليس ولا انت ما تتعرفنيش ما تحكيتي معايا ما عارف والو ما كاينش اللي كيخص عليك الموضوع باش يلوم حتى واحد وما كاينش اللي تيوكرني الموضوع الحمد لله انا مرضيه دميمتي شتي الواحد اذا كان مرضي دميمتو راه ميمتي الحمد لله راه في الفراش لهلا يوصلني ليها ولهلا يكمل عليا انا هاد الناس ما اديتهم ما اداونا تنقول لك ناخذ حتى حاجه الصراحه تكرر شويه اللي جاتني جاتني على راجلي وليداتي غنقولها حتى نموت شي حاجه اخرى لا غير بينو بين الحسن وين الحسن كان تعمر بحال الربيج الحسن هي تغير عليا في الاسبوع عادي الله يحسن العوان انا غنبدا نعمر هذا انا غير نفاج والله والله يهدي النفوس الله يهدي النفوس وشتي دائما لا كاينين شي بعض التعليق ما تتهمونيش انا بعدا شخصيا حيت علاش رجعت قويه سعديه راه هي ماكلات ضربات ماشي هي من اليوتيوب لا الحياه كلها ضربات انا اللي تتهمني تيهموني ولادي وهاد العائله الحمد لله ما ضرني بيهم حتى ما قتلت قوي تتقوي ما سيديات شهيره من ناتي ودا سيدي غتشوفوا هادي تعم يوميا بالقبيس ياك سيدي سيدي راه حتى اختي غنبيع حيت نتوما تبارك الله انا ما حلاويه ما خياطه قلت اللهم حتى انا ندخل فيكم ما عنديش دابا تقبلوا من ناحيه شوف دابا اش غندير طواش لا نشير منك الوالا والمتتبعين تا هما راه عرفتي شنو والله الا المتتبعين تا هما مساكن اي واحد دار شي مشروع ولا بدا شي خدمه كيدعموا وكيتساعدوا معاه والله تيتي شي كانت خياطه اش يفرش يفرش الجوطيه وفيها السيدي نبقى نقول لا انا غنفرش حتى داري ولا تيتباعوا من الخور رباها شوف والله العظيم الحسن تحياتي لكل السيده في السعوديه البارح الا صيفطات لي واحد وديوات والنعمه الاخلاق وحده قالت لي اول وحده تشري عندك هي انا وحده في اسبانيا والسعاد ولا تحياتي لكم جميعا اللي ما جاوبتوش ما يتقلقش عليا راكم في القلب وحق الله يصبروا عليا حيت دابا راه عندي تبارك الله الولد مزيان يعني النيفو باك كدعيو معايا خاصنا الزيار زيروا الدراري دابا حيت خاصو يبريباري من الاول الا ما تيبريباريش من الاول ما كاينش غايجي شي هاوي نتمنى يجيب لي ولدي الباك وغنعرفكم يا المتبعين قتلوا ولادي انا يلاه دخلت وتعلم انت نعيط قالت الاستاذه تنقولها شوفي زيري انا لا زيري بدي قالت ان شاء الله والله الا والله الا ما عملت امين نطمح ندعيو معاه بالنجاح ان شاء الله يا رب الله
حنا حنا كنديروا بالنصيحه ديالهم انا من الناس اللي كنت نحمق على الكبده هي تبوك حفصه راه عاتي الكبده كنشوفها كنترعد عليها بلا وحم غير كوليها وصافي حيدي ملي جاني الوحام صافي مسكينه ياسين كيجيبها ليا مره خضراء مره طايبه كل مره شويه دابا ضربات من صافي شبعتها لا لا شوف انا هذاك النهار شديت الكبده ديال الدجاج درتها المتبعين مع البصله وهذا يمكن جاتني عندي كرام هذاك النهار مسكينه النهار اللي دازت عليا كرام كليت هذا الراتب الصراحه ما نعشت لا بالليل لا بالنهار وحق الله العظيم صراحه الله اش غنقول لكم الحم صعيب الله يسمح لينا من الوالدين انا حاجه وحده المتبعين غنقولها لكم ديوها مني راه اي واحد كيكتب لينا شي حاجه سلبيه ما عرفتوناش وحنا واحدين في روحنا تدوا غير منكم الله راه ما كاين ما اكثر من الدعاء ديال المراه حامله انا بعدا شخصيا تنقولها لكم ما نسمح لكم لا في الدنيا لا في الاخره حيت ما تعرفونيش انا عارف كانت متسامحه غير كتهضر بصح لا تنسمح واني عارف متسامحه السعوديه صافي السعوديه مي كتهضر هذه عارف متسامحه صحاش معنا بزاف تيجي عندي الكلينيك كيطلب السماحه فاش غنهضر بصح البنات قهوه حليب الله يرحم الوالدين قهوه حليب قهوه اتاي اتاي اجي شديت انت شنو صار لا هما هاد جوج باور صافي لاكاجو راح حتى كبر بلا وقت رجع حط داك الشيء وسير بهاد رجع حط بزاف غادي غادي تنضحك معاك تنضحك معاك دير ماك الطبسيلة صافا ولدي صافا ولدي شوف راه عندي طبسيلة ديال الكلاب ديال الماكلة شو ديال الماكلة ديال الابطال شو كدير لها يلاه خليها ياكل باش يربي شوية ايها اجي شرين دوش خطيره ما شاء الله والله بنينه المسبعين اللي تيتوحم سمحينا واعره بنينه سكريه سكريه هاي مزيانه هاد العباد يلاه ناضيه بالله الله يخليك الله وبنت خير هنا البيت اللي هنا الفوق مزيانه تاهي شكون اللي بغى القهوه شكون اللي بغى شكون اللي بغى ربي يخليك بالعرس رعيات فيا تيتشحى من حاجه تاعها دابا المشكل كلشي دابا ما غاديش يجي ما غاديش تقدروا تعشاو باللي لا لا غنتعشاو خاصني معنا الفرونتين فرين ناكلو بابا صافي المهم الكمون اشنو سميتو
سوق الحد نمشيو لك كاموني سيدي على البحراوي. لا 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 كاموني بعيد عليك دير لي عاوتاني. لا راسك اش غادي ندير لك المتبعين اللي ما ديتينيش على حساب اون تيغا في السيدي علاش مشيتي فيها. مرحبا شو المره الرحمه راه عندك الارض راه عندك جوج ماشي غير وحده. والله الا غير يلاه والله تنتعشى تاعك شوف شاد ديك 11 راه مشو كاملين غندير جوج من الحماس وغندير العروسه يلاه هادو على حسابي يلاه امك العروسه وكلشي صافي تما العروسه انتما المتبعين وبال العروسه. المهم غنشكر البنات كاملين اللي تيسولوا فيا كيما شغل عزيزه مطبخ ام عمر اختي اكرم الشماليه تاعي في ليك وخالتي فاطمه العزيزه فاطمه ام اميره الفاسيه تحياتي لك كوثر المراكشيه والسوسيه تحياتي لك فاطمه اختي صافي هادو اللي كاينين. المهم اللي نسيت كاع والله الا النعمه البنات تنسولوا فيا تيعيطوا لي وحق الله قريب غتشوفونا عاوتاني بلايص اخرين انا سالي تسالي مع راسك وشوفي الحباب وفوجيو ضروري يلا متابعينا راه فين نقولكم في هذه الاثناء تهلاو في راسكم الى بلوك غادي ان شاء الله. وكان الفيديو ديالنا هو هذا كان فيديو زوين مع العائله مع الحباب الحمد لله مع امي امنه ومع سلو اللي تشهات اختي سعديه وباقي ان شاء الله الحاجه كاع اللي تشهاتها نمجدوها ليها مسكينه على الراس والعين. وهنا غادي نودعكم ان شاء الله والعقبال الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم شكرا لكم.